the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices. طيب احنا كده هنبدأ مع أول سؤال عندنا. كان يعني عايزين نعرف بشكل عام يعني بدأت ازاي قصتك، ازاي اخترت مجال الستاند اب كوميدي؟ هو بيختلف طبعا، اختلف كل على الكوميديان اللي بيمثل شخصية معينة في مسلسل او فيلم. طبعا النوع ده جديد على الوطن العربي وجديد عن يعني بشكل عام كده، فاحنا عايزين بس نبذة كده نعرف قصتك ازاي بدأت الموضوع. اوكي، جميل السؤال. انا محمد نعمي ابن 31 عام، يعني السنة دي من لما خلقت أو من لما تولدت، بقى تولدت مع مرض في القلب. يعني أنا خلقت في مرض أهو، العملية أهو، لو تشوف في برضه عمليات وكده. فكنت كل عمري تقريبا في مستشفى تل هاشومير في تل أبيب، اللي هي أكبر مستشفى في الشرق الأوسط يعني بالذات لموضوع القلب، وتعالجت هناك فترة طويلة. يعني أنا كنت نص سنة في البيت نص سنة في المستشفى. في خلال فترة المستشفى زمان، يعني مش زي اليوم في عندك الموبايل وفي عندك النت متاح بكل ناحية بكل حتة حتى في السيارة. فزمان بسنوات التسعين كنا نستأجر، كانت الوالدة تكون معي بالمستشفى فتستأجر لي تلفزيون. أيوة. استئجار بقى يجي وركبوا تلفزيون ندفع عليه كل يوم. وبهذا أيوة. التلفزيون كان فيه قنوات ثنتين بالضبط، قنوات ثنتين in English اللي كانوا يجيبوا ساينفيلد بنكس وذا شابال شو لديف شابال. فمن صغري يعني كنت اجمع مش بس من امريكا، يعني حتى بالوسط اليهودي، لانه برضو تواجدت كثير في تل ابيب بمراحل حياتي، يعني من جيل حتى من جيل 17 بعد ما خلصت المرحلة الثانوية نقلت لتل أبيب من 2007 لحد 2020، أول 2020 بداية الكورونا بقى نقلت الحيفا. أيوة. فأنا قعدت ساكن في تل أبيب 13 عام، 13 سنة خلالهم يعني الصدفة طنها، وممكن من الله ممكن الحياة هيك جابتني. ولكن لما نزلت لتل أبيب أدور على شغل وأعيش واستقر، كان أول شغل اشتغلتها هي طباخ في نايت كلاب ستاند اب كوميدي، كامل كوميدي كلاب. كان النايت كلاب كوميدي الوحيد في إسرائيل بتل أبيب، مفيش غيره. تمام. أساساً أنا ما كنتش أعرف إنه بقى يعني أنت ممكن تعمل من الكوميديا يعني أو من ستاند اب ممكن تعمل مستقبل وكارير وكذا. فأنا يعني أنا كل عمري كوميدي، حتى في المدرسة كنت المشاغب وكنت المهرج، يعني كان المعلمين كل المهرج محمد فمعروف. ولكن ما كنتش عارف ان يعني ده حصل لنا، يعني ده هيبقى طريقك ومستقبلك وشغلك. كنت احب التمثيل بقى، وكنت وسجلت يعني انا يعني احد اسباب نقلاني لمدينة تل أبيب هي اني سجلت في جامعة تل أبيب لأتعلم المسرح كممثل. فقبل ما أبلش تعليم صدفة شفت إعلان إنه بدوروا على طباخ في النايت كلاب، وطباخ في نايت كلاب عبارة عن واحد يعني يعمل لك حمص ويعمل لك لبنة، that's it. ما فيش طباخ في نايت كلاب أساسا، هو مش هيعمل رز ومش هيعمل طعمية، لا هو لبنة. أيوة. انت تحط لبنة كده شوية زيت حبتين زيتون موحة، that's it. بس هناك شفت العالم ستاند اب، عرفت عالم ستاند اب بالوسط اليهودي بالذات، وما كان عندنا الوسط العربي. يعني انا لحد اليوم بقدر اقولها انه ما في ستاند اب كوميدي عربي اللي بيعمل في العبر غيري، يعني بعد 13 سنه ما فيش، يعني المجال بعده ما استقطب وما جاب شباب عرب اللي يعملوا عند اليهود وعند العرب. يعني عند العرب موجودين في زملائي نضال بدارني، ايمن نحاس، حنا شماس، موجودين بيعملوا حلوين، ولكن في العبري ما فيش غيري. اللي هو جمع ما بين الستاند اب عربي والعبري في نفس الوقت. انا بعمل يعني هو اولا بتعلق في العرض، انا بلشت بالبدايه فقط في العبري. فقط في العبري، يعني
أول 7 سنوات من مسيرتي كانت فقط في اللغة العبرية. يعني أنت بدأت قبل العربي. لأن أنا بقول لك، لأن الوسط العربي في إسرائيل ما كان يعرف شو الستاند أب كوميدي، ما كان عنده ثقافة الستاند أب كوميدي، ما كانتش موجودة إنه واحد أوريدي يطلع على المسرح ويعمل ستاند أب عن الأوضاع، عن الناس، عن يمرق رسالة، ينتقد مجتمع بصورة إيجابية، ما مش موجودة كانت. يعني آخر كم من سنوات، يعني 5-6 سنوات الماضيات بلش أوريدي في الوسط العربي، ولكن هو ما كانش موجود. طيب هي الفكره دي جات لك مع اول عرض، عشان كده احنا عايزين نعرف ايه بالنسبه لك اول عرض كان عباره عن ايه، ازاي يعني رهبه ان انت تقف قدام الناس، وبعدين انت قلت انت بدات بالستاند اب عبري، فان انت عربي وتقف قدام تتكلم عبري وستاند اب قدام اسرائيليين، فلا احكي لنا، انا مش هتكلم، احكي لنا. هو لما بلشت شغل في النايت كلاب، فكنت كل مساء يعني اشوف ستاند اب كوميدي يعني يهود يعني بيجوا وبيطلعوا على المسرح وكذا، فأني ربط الموضوع يعني حتى من أول ليلة شغل، لما عرفت شو الكونسبت وشو الفكرة من وراء هذا النايت كلاب، زي تقول زي الولد الصغير اللي شاف يعني مدينة ملاهي. فلما كانوا الفنانين يطلعوا على المسرح ويمسكوا المايك ويحكوا نكات ويحكوا عن ينتقدوا والجمهور يضحك، أنا يعني أترك شغل المطبخ وركز فيهم أهو، يعني زي طفل بالضبط. فبعد فتره يعني تعرف تصاحبنا مع الستاند اب مع الاشخاص، يعني صرنا اصحاب وصرنا كذا، وشافوا انه في عندي الحس الكوميدي، يعني انا كان موجود عندي الحس الكوميدي، فقالوا لي انه ليش يعني ما بتطلع على المسرح، يعني حتى اليهود او الاصحاب يعني اللي قالوا لي يعني سجل، كان في دائما في عرف بمبتوخه اللي هو امسيه مسرح مفتوح، مسرح يعني يقدر اي حد يجي يسجل اسمه ويطلع بقى 5 دقائق. فانا طبعا كتبت لي كم نكته كده وسجلت اسمي، واجا يوم الثلاثاء وقبل ما اطلع ب3 دقائق رحت للمقدم قلت له ما تنادينيش، انا كنت خايف خوف يعني خرافي، الرهبة الطبيعية بتاعت أول حاجة من كل شيء. واو واو واو، يعني اليوم بتذكرها، يعني إجري كانت ترعد بقى وكده، وعاوز أعملها على حالي، مش عايز أطلع بقى، حل عني، رجعني المطبخ. أنا عايز المطبخ. الحمار إن أنا قلت لك عاوز أطلع على مسرح. فقال لي لا، سجلت وليك دور لازم تطلع حتى لو ما ضحكت، أساساً مش مطلوب إنك تضحك في البداية، المهم اطلع اعمل التجربة، جرب، يعني ما حدا راح يطخك، ما حدا راح يقعد لك، ما حدا راح يأخذ من بيتك، أنا عارف، لا عادي، 5 دقائق على المسرح، ولكن كانوا من أصعب 5 دقائق في تاريخ حياتي، حسيتن يعني سنة كاملة. بس مع أول بعد كده بقى الموضوع بالنسبة لك عادي يعني. واو، لا بعد كده أنا بستنى بقى أطلع على المسرح أهو. لما شفت طيب. تقبل الجمهور لمحمد، وإنه الجمهور يعني أوكي فاهم إنه ده محمد وده عربي وهو بيحكي على العرب واليهود وما بينهما زي ما بيقولوا، فيعني كان الإشي هنا يعني بعد أول مرة كان يعني صوت أستنى المسرح إنه بدي أطلع عليه لولا دقيقة. ما انا كنت لما نزلت عن المسرح عرفت انه هاي حياتي خلاص ده طريقك اللي انت ناوي تشق فيه وتكمل، وحطيت هدف في دماغك ان انت هتنجح وتبقى حاجه في المستقبل. صحيح، يعني وانا بصراحه اقول لك اياها، يعني اهلي واصحابي في البدايه ما حدا كان داعم، يعني حتى التعليم الجامعي تعلمته من حسابي، كنت اشتغل واتعلم 4 سنين. أنا شفت لك لقاء قبل كده كنت بتقول فيه إن والدك كان رافض الفكرة وإن هو ما شجعكش وقال لك تقريبا اطلع بره أو حاجة زي كده، فعلا احنا عايزين نسمع الموقف ده. شوف يعني الوالد عامل بسيط، اليوم هو عبارة عن متقاعد، ولكن قبل 10 سنين كان عامل بسيط، الوالد رب منزل، فأنا ما باجي من بيت اللي هو بيت ميسور الحال وكذا، بيجي من بيت فقير، فالأب يعني كان بالنسبة له لا، الولد لازم يتعلم شغلة مضمونة زي محامي زي دكتور زي كذا،
ويشتغل بقى شغلانه عليها القيمه زي ما بيقولوا لها في المجتمع، عليها القيمه. عليها القيمه مظبوط. بالظبط. انا عاد معروف عني اني يعني خالف تعرف. ايوه، تقول لي ما اعملش حاجه اقوم عاملها. ايوه حر مزاج اهو. بالظبط. وبعدين اللي الموقف بسبب ان الستاند اب اصلا ما كانش معروف في الوطن العربي، ده كان برضو بالنسبه لهم اللي هو انت بتعمل انا إيه؟ اساسا لما جيت لوالدي او لاهلي وقلت لهم انا عاوز اعمل ستاند اب كوميدي، قالوا لي ايه ده يعني، اوكي انت اوكي هتعمل ايه ده يعني، انت هتعمل ايه؟ قالوا بطلع على المسرح وكذا ونكات وبقدم انتقاد. قال لي اوكي وبعدين، قلت له ما فيش بعدين، هي كده هي الشغلانه كده هي الشغلانه كده، اطلع واتريق على العالم اهو. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن الشغلانه، طب ما تعرفنا ايه بقى الشغلانه؟ هو بيكون ارتجالي ولا بتكون محضر قبلها، ولا انت بتطلع على المسرح هو والنكته بتيجي اغلبه ارتجالي ارتجالي، اغلبه ارتجالي. يعني احنا عندنا بيكون لكل ستاند اب كوميديانز بيكون عنده المواضيع. يعني انا مثلا لاني عربي في اسرائيل وبحكي عن اليهود والعرب وما بينهما، فطبعا موضوع العنصريه اهم موضوع، موضوع الفروق بين العرب واليهود، فروقات الموجوده من ناحيه ديانه، من ناحيه بيت، من ناحيه بيئه، فهي فروقات كبيره، انت من ناحيه اعياد، من كل النواحي. طيب ما تكلمنا شويه عن الحاجات دي. تكلمنا شويه مثلا عن العنصريه اللي هي بتقابلك والمواقف الكتير. العنصريه يعني لما تروح بقى المطار، عاوز تسافر اي حته في العالم كعربي، لازم امرق فحوصات مش عاديه. انا بقول عنها يعني فحص ام ار اي. ايوه سي تي بقى وام ار اي، ده لاني عربي. بينما لما موشي يوصل المطار، يعني اولا مسموح يوصل المطار قبل الطياره بنص ساعه او ساعه، انا 4 ساعات قبل الطياره. ليه؟ لاني عربي. يا نهار ابيض. ايوه العنصريه باماكن الشغل، باماكن حتى لما تروح تقدم على وظيفه جديده، فكثير محلات بيسالوك هل انت خدمت جيش او الخدمه الزامي. فاحنا مش كل العرب اللي هم ما بتخدم جيش، يعني احنا مش مجبورين نفوت الجيش بالذات المسلمين. يعني الدروز، العرب الدروز في الدوله معهن زي ما تقول كونتاكت، انه كل شاب درزي يصل صف او يصل عمر 18 يروح يتجند الزامي. المسلمين والمسيحيين في الدوله مش الزامي. يبقى لك حق الاختيار. ايوه انا تروح بقى ما تروحش انت حر، ولكن هذا بياثر في سوق العمل. يعني انا لما رحت ما بعرف على عده شغلات، اللي اهم مطلب فيها انك تكون خادم جيش. طب هو انت خادم جيش هينفعك ايه في السوبر ماركت خدم الجيش ده؟ ما هو براتب بضاعه. ايوه هاي النقطة. يعني انه انا اروح سوبر ماركت عايزني اخدم جيش ليه؟ ما فهمتش. هو انت تجيب وظيفتك تجيب ورقة تواليت، الجيش دخلوا في ايه في ورقة التواليت؟ عايز افهم. فكان لازم افهم هاي الشغلة. ايوه طيب قول لنا مثلا، العائلات الكبيرة يعني عند اليهود الاشكناز خلينا نقول، عندهم بكل بيت بيكون عبارة عن ولد بنت يعني او كلب. That's it. عند العرب بقى، طب انا عندي 9 اخوة اوكي. جيش لوحدكم. احنا لوحدنا بفترة الكورونا لما قالوا ممنوع تتجمع اكتر من 10 اشخاص، انا تبرعت باخواني. مفيش محل، مفيش محل. اي حد عنده اخوان ناقصين ياخد 2، يعني مفيش اي مشكلة. ممنوع التجمعات. واحنا من بيتنا يبقى فيش، راح نروح الحفل. اها. طيب دلوقتي من خلال اقولك يا محمد، كان خلال كلامك ان انت يا اما نكت بتطلع تقولها على المسرح، يا اما بتناقش قضيه معينه. طيب طبعا من واقع عروضك الجمهور مش بيكون ليه ثقافه واحده، يعني انت ممكن تكون بتعمل عرض قدام مرة قدام إسرائيليين ومرة قدام عرب. طب بتتعامل مع الموقف إزاي؟ مرة ومرة سوية. يعني في عدة مرات اللي عملت لإسرائيليين وفلسطينيين، حتى مش عرب، فلسطينيين من جنين ومن نابلس اللي بيشتغلوا بإسرائيل يعني. فتخيل أنت هتعمل نكتة في العبري، نفس النكتة هترجمها في العربي.
طيب انت اهو خش ازاي بقى. بتحافظ على واقع النكته ذات نفسها؟ يعني احنا بنعرف، انا من واقع خبرتي في العمل، ان لو بترجم حاجه من لغه لغة تانية بتفقد يعني نسبه كبيره منها. يعني لو انا صح، ترجم حاجه هو مش نكته كل النكت بتظبط، يعني مش كل النكت، هي مش انه كل النكت بتظبط اوريدي واحده على واحده، ففي نكت يعني بدك تغير شويه في المحتوى او بدك تزيد كلمه، تنقص كلمه، يعني بتعلق. فاهم علي؟ يعني في نكت في العربي ما بتنفع في العربي، فبدك تلاقي القاسم المشترك. يعني عشان هيك بيجي بقول لك انه اغلب الوقت الستاند اب كوميدي عندي بشكل شخصي يجي بطريقة ارتجالية، لأنه أساسا الجمهور مختلف كل مرة. ف مختلف ناجح، اطلع على المسرح قدر الإمكان وجرب جرب جرب جرب، يعني دايما جرب، دايما فكر بطرق معينة، دايما لما بتعرف تسأل السؤال الصح هو الجمهور اوريدي هيحضر لك النكتة. تفاعل يعني الجمهور لو معاك سألت ده اللي سؤال، بيخليك انا في عندي تحضر اسئله لك النقطة. مثلا، بالظبط، في عندي سؤال في العبري هذا ما بينفع بالعربي، مثلا في عندي سؤال في اللغه العبريه اللي بسأل مثلا يهودي، كم دودي مشتخه، كم عم او كم خال عندك، فهو يجاوبني اربعه. باللغه العبريه هذا انه اربع دوديم، هاي جمله مش مضبوطه، هو لازم يقول لي بقى اربعه دوديم. أربعة دود يمكن. فيديو بالضبط، يعني هو يعني 99% لما بسأل السؤال ليهودي 99% راح يغلط، فهو اوريدي حضر لي النكته. ايوه فهمت. يعني بيقولوها كده بتلقائيه اللي ما بيحسوا عليها، فساعتها لما انت بتصلحه بالعبري له اربعه، اعمل له كده. انا لما اقول له اربعه دول يبقى اعمل له كده، دي النكته بقى. ايوه بشوفها كتير في فيديوهاتك الحركه دي بالظبط. فهذا السؤال في 99% من العروض راح يشتغل اوريدي، يعني قلت قلت لا هيشتغل. طيب وهي احكي طبعا لنا بقى، اتفضل. احكي لنا عن الروبوت اللي انا شفته في الفيديو بتاعك اللي عارفك باوفن اي شي دوت، احكي لنا عليه. انا عجبتني الفكره جدا وقعدت اضحك جدا عليها. واحنا عندنا للاسف، ومرات بيقولوا الكوميديا سوداء بتيجي من الالم، فاهم علي؟ للاسف في مجتمعنا العربي داخل اسرائيل بالذات في السنوات الاخيره، كميه العنف كبيره كثير، كبيره 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 بشكل مخيف، حتى لدرجة إن كل يوم عندك في حالات قتل، في حالات خطف يوميا نسمع عنها من كل البلدان، من الشمال حتى الجنوب. يعني هنا الكلام مش مختصر على بلد معينة، إنما على مجتمع في أكمله. ف يعني كل، يعني أنا لما كنت في دير الأسد ساكن، أنا بالأصل من بلدة دير الأسد، هاي في شمال إسرائيل، قضاء عكا، فيك تقول يعني بعيدة عن عكا 20 دقيقة. أوكي، فا ورا عندي، شوفي البلد عندنا ما صور، ما لحقتش اخر، ما حكيت تليفون. صح، ما لحقتش احكي، بدي اقول لك ايش طلبت. اوكي، احنا كنا فين؟ انا اني خربطت في المهم. لا كنت بتحكي. فلا هو اتذكرت بقى، فعندك يعني يوميا حرق سيارات، يوميا انابل على ناس، يعني يجوا زعران اخر الليل بقى يرموا قنبله موقوته، قنبله مسامير، يعملوا اضرار. فكل امسيه او كل ليله كان يجي البوليس مع روبوت اللي هو بيفجر المتفجرات. من كثر ما انا شفت الروبوت والروبوت شافني في البلد، صرنا نعرف بعض بشكل شخصي. بقيت اصحاب. ايوه طبعا، يعني انا بيتي بشكل شخصي اتعرف، بيت اهلي يعني، مش بس بيتي، بيت اهلي تعرض بشكل شخصي لكم اعتداء، ومش لانه يعني ناس زعران او كذا، هو كده خاوه. يعني هم يرموا انابل مش مهم على مين، المهم نرميها. ايوه فاهم علي؟ فللاسف يعني هاي النكته تيجي من وضع مؤلم، يعني اللي لازم نغيره. يعني نقول ان انت بتتناول القضايا اللي انت بتمر بيها في اليوم وفي الحياه بشكل عام بشكل ساخر،
وبتوجه رسالة معينة بشكل يعني من خلال الفن اللي انت بتشتغل بيه. طبعا اكيد، ما هو اساسا كل فنان يعني، حتى مش بس فقط ستاند اب كوميدي، حتى المطرب، حتى الممثل المسرح، الفن عباره عن تقديم رساله. هاي اول كلمه بقدر احكي، الفن عباره عن تقديم رساله. اذا انت كفنان مش عارف شو رسالتك، مفضل جدا تقعد على جنب، تفهم حالك، تفهم رسالتك الايجابيه. لانه اغلب الرسائل او اغلب التوجهات اليوم للفنانين الصغار واليوتيوبرز جدا تافهه، جدا للاسف جدا تافهه، محتوى اتفه من تافه، مش فيه مغزى، ما في فيه رساله، وباقي العالم بتتابعهم. فانت ملقاه على عاتقك المسؤوليه، الجيل القادم هذا، الجيل اللي عم بتابعك لازم يتابعك ويفهم منك الامور، لازم يتابعك على تفاهه. طيب يعني أيوة، في كم كلمه كده لو هتوجه برضو رساله رسالة بوجهها على كل الفنانين بالظبط، يعني لسه كنت بسألك، لو في كام كلمة كده هتوجه رسالة للمعجبينك سواء في الجانب الإسرائيلي أو الجانب العربي، إيه هي الرسالة اللي تحب توجهها؟ وفي الجانب أولا العربي بالأخص. أول رسالة بالأخص الجمهور العربي، صحيح. أولا أهم رسالة من الستاند اب كوميدي أو من محمد أو من طريقة حياتي، أنا بعامل الأشخاص كأشخاص، ما بهمنيش إذا ديانته يهودي، مسلم، مسيحي، درزي، بوذي، ما بتفرق، ما بتعني لي أساسا، ما بسأل هذا السؤال شو ديانتك، ما بهمنيش شو لونك، أسود، أبيض، جنجي، أنت حر بقى، أنا بهمني تكون بني آدم. لما أنت بني آدم وبتعاملني بإيجابية رح تأخذ مني إيجابية، ورح تأخذ مني هدف، إنه لازم كل واحد يكون عنده طريق في حياته، فاهم علي؟ يعني طيب يا محمد، عندنا آخر سؤال بقى، لو أنت جيت مثلا عملت حفلة في مصر، هل هتكون بتتكلم بنفس الطريقة اللي أنت بتتكلم فيها مثلا، وتنتقد مثلا السلبيات اللي في مصر، ولا هل هتيجي تتكلم يعني وتحكي لهم مواقفك اللي حصلت في إسرائيل والسلبية اللي أنت بتشوفها في يعني إسرائيل؟ حتى الجمهور، شوف، أولا شرف لي إني أجي مصر، وطبعا لما بدأني مصر وحعمل عرض في مصر، اولا حعرف، لازم اعرف يعني تقريبا مين الجمهور اللي راح يكون، يعني هل هو كبار السن، شباب، في مسرح، في نايت كلاب، فهي كلها تختلف، يعني لغه المسرح تختلف عن النايت كلاب، فاهم علي؟ ولغه الكبار السن تختلف عن صغار السن، يعني لما بدحكي انا مع شباب في نايت كلاب، فما عندي مشكله اني انزل على شخص يعني زي ما يقولوها بالكوميديا، يعني سلخ بقى، انما أيوة كبار السن لازم يكون في سلخ ولكن باحترام. بالضبط. ايوه، انا طبعا راح نحكي مواقف عننا، يعني من ناحيه المنطق راح احكي منين اجيت انا، من اسرائيل، علاقه العرب واليهود، شويه فروقات، وطبعا بدنا نفوت الزياره لمصر، يعني اكيد لما بتصل مصر، مصر ام الدنيا، مش بس بالنسبه لي، افكر بالنسبه للعالم العربي. فلما بنصل مصر طبعا بدنا نشوفها، طبعا اكيد راح يكون في تجارب حلوه هناك اللي برضه نحكي عنها، يعني ان شاء الله. طيب يعني نشوفك في مصر يا محمد، وتيجي تنورنا ونخليك تلف في مصر كلها. خلاص انا موافق. طيب اول لما تيجي نازل قول لنا، انا هبقى عين معاك وواجي، انا مش حاجي بلا ما اعين معاك اساسا. اكيد طبعا. تمام، واحنا بكده من خلال الحلقه دي هنعرف الجمهور المصري من هو محمد، ازاي يعني وصل للمكان اللي فيها هو دلوقتي، اللي بجد انا مبسوط جدا وفخور جدا اني انا اول حلقه اعملها في برنامج تكون معاك انت محمد، بجد يعني شخصيه جميله جدا وشخصيه حبيب قلبي، والله شرف لي. اولا مش مفهوم ضمنا، انه قلت لك اياها في بدايه المقابله، مش مفهوم ضمنا الطريق اللي اخترتوها، طريق جدا جريء وحلو، وشكرا كثير على الاستضافة، شرف إلي أكون أول ضيف، وإن شاء الله بيكون في تعاون لقدام، ونفتح الطريق على بعض زي ما بيقولوا، ونشتغل ونتعاون ونتقدم، يعني هاي مسيرتنا في الحياة. بالضبط، يعني رسالة جميلة جدا الله. احنا استفدنا منك النهاردة، والناس كلها إن شاء الله هتستفاد من الرسالة الجميلة والفن الهادف الجميل اللي أنا بحبه جدا ومتابعه، بس أنا كنت بتابع بالعبري من فتره، بس بتمنى ان انا يبقى في عندنا نماذج مشرفه زيك يا محمد،
ترسم البسمة والضحكة على وشوش الناس كلهم بحاجة بسيطة، بشكل ارتجالي، بشكل جميل، بشكل هادف، بيوصل رسالة يعني تنقد العنصرية وتنقد التعصب والقبلية. وبجد يعني كان يوم جميل جدا ولقاء جميل جدا معاك النهاردة، ونتمنى إن شاء الله أنه يتكرر والله. وانا بس اكتر يبقى بقى، لايف، انا يبقى صراحه لايف. استمتعت بقى واتكلمت شويه مصري بقى، انا زمان ما اتكلمتش أيوه، مصري اهو. هو أكيد جه في دماغك دلوقتي يعني ارتجال نكتة كده على اللكنة المصرية، ولا ما مش هتعرف؟ ارتجال على اللجنه المصريه، ارتجال على أو اللجنه قول لنا نكتة المصريه، مصرية عارفها مثلا. نكته مصريه عارفها. هو انا قبال المصريين انا اجي نقطه في بحر، انتوا اساسا ناس التريقه، ناس التريقة. عندكم الأسطورة عادل إمام، هتحطيني بقى الزعيم. نعمل ايوه كوميديا؟ الزعيم. أسطورة، هذا بطل زعيم، صار أسطورة أساسا. فيعني أعتقد أنتوا أهل الكوميديا، يعني لو بدي أجيب أي ارتجال ولا أي نكتة مش هيبقى زي الإفيهات اللي بشوفها في مصر، من حتى من الجيل الجديد في تياترو مصر وكده، أنا متابعهم جميل. بيعملوا حاجات هبلة تموت ضحك. مين أحسن واحد حطي بقى بتحبه في التياترو، تياترو مصر؟ كلهم أنا بقى كل الحلقات بقى كلهم خالصين، يعني لو تجمعهم في بعض مفيش مخ شغال. أيوة. أهو النكتة أهو. أيوة. ماشي. طيب بجد يا محمد، يعني أتمنى إن الحلقة الجاية إن شاء الله، أو أحد الحلقات الجاية إن شاء الله، تبقى لما تكون على المسرح ونتواصل معاك، يا يبقى رب لايف حصري لينا إن شاء الله للصفحة بتاعتنا، والشعب المصري يشوفك هو ويفرح بس تحل ويضحك. الكورونا عننا بقى، هي لما الكورونا تروح هنرجع للمسرح. يا احنا دلوقتي بنعمل بالزوم، والزوم بقى مش مسرح. بالظبط، يعني انت ايوه محتاج ايوه تفاعل، عشان كده يعني طبعا انت بتحكي النكتة وتستنى 4 ثواني لحد ما تصل ويضحكوا ويرجعوا لك، انت تنسى النكتة وناسي انك على المسرح اساسا. ايوه تمام. ماشي يا محمد، شكرا جدا ليك، وانبسطنا حبيب جدا قلبي، معاك النهارده والله. شكرا لك حبيبي، ربنا يعزك. مع السلامة. شرفنا بحضرتك، مع السلام السلامة. عليكم. وعليكم السلام، السلام، مع السلامة.